احتفلت دولة الكويت بعيدها الوطني، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 62 عاما على استقلالها والذكرى 32 للتحرير. تضمن الاحتفال الذي أقامته السفارة الكويتية بالقاهرة مجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت. بشعار عز وفخر تحتفل الكويت بعيدها الوطني بمناسبة الذكرى 62 على استقلالها والذكرى 32 للتحرير بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت. شرف لي أني أنا أشوف الحضور الجميل هذا في حفل دولة الكويت لدي القاهرة. هذا يدل على المكانة اللي تتبوأها دولة الكويت في قلوب أهل مصر ومكانتهم كذلك في قلوب أهل الكويت. إحنا دولتين تاريخ يجمعنا، تاريخ مشترك، علاقاتنا متجذرة، هناك تطابق بالرؤى بين الدولتين في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية. مصر دائما فاتحة أبوابها وقلوبها للشعب الكويتي والكويتيين. يعني أنا بالنسبة لي هني يسعدني أني أكون أنا سفير دولة الكويت، سفيرة لبلدي في هذا البلد المعطاء المضياف. أنا انتهز الفرصة هذه لأتقدم إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بأجمل التهاني وإلى الشعب الكويتي، وأنا في القاهرة الآن وشايف أن الشعب المصري بأكمله يعني من قيادة ومن شعب ومن إعلام يحتفل بهذه المناسبة. علاقة بين الكويت ومصر علاقة قديمة ومتينة وجيدة جداً. ثم من ناحية الطلاب، البعثات كانت إلى مصر من زمن قديم، فكان الدكتور أو الشيخ مساعد العازمي يعد من أول بعثات في سنة 1890 تقريبا ميلادي، قدم إلى الأزهر وتعلم ثم توافد الطلاب من بعده. يحتل العيد الوطني للكويت مكانة خاصة في نفوس الشعب الكويتي ويؤكد على قوة العلاقة بين الشعب المصري والكويتي. مصر لها نصيب في مناسبتين، ومناسبة أولا استقلال الكويت والإعلان إمارة الكويت، وأيضا في عملية تحرير الكويت، فمصر لها نصيب كبير جدا في مناسبتين، وبالتالي احنا من حقنا فعلا ان احنا نحتفل مع شعب الكويت ومع سفارة الكويت هنا في القاهرة بالمناسبتين. هذه مناسبة غالية نهنئهم عليها ونتمنى لهم مزيد من التقدم والرقي والرفعة ومزيد من تمتين العلاقات المصرية الكويتية. بالمناسبة هي علاقات متينة جدا جدا رغم كل ما يشاع على السوشيال ميديا وحاجات كثيرة جدا من كلمة هنا أو كلمة هناك، لكن العلاقات في جوهرها علاقات طيبة جدا. المصريين في الكويت شاهدتهم بنفسي قبل شهور وسألتهم، يتلقون معاملة طيبة إلى حد كبير. دي مناسبة سعيدة جدا لها أكثر من دلالة. أول حاجة طبعا أن شعب الكويت وشعب مصر يعتبروا دولة واحدة، والاحتفال معهم بالعيد القومي الخاص بهم دي دلالة كبيرة. الأمر الثاني أنه معظم البلاد العربية، يعني لسه معنا طبعا زي ما حضرتك شفت معنا البحرين، معنا الإمارات، معنا السعودية، معنا دول يعني كثيرة زي ما أنتم شايفين، دي كلها ليها دلالة برضو أنه كل الوطن العربي حاجة واحدة. لا يقتصر العيد الوطني على مشاركة المواطنين الكويتيين من خارج الكويت بل وداخله، لما يمثله من ذكرى الاستقلال عن بريطانيا في 19 من يونيو عام 1961.